فيه، يعني هو تقريبا المهندس الوحيد له بصمة في جميع قطاعات المؤسسة. حضرتك اشتغلت بجهد واجتهاد وكان ليك بصمات في كل حاجه ما يخص الطباعه في مؤسسه اخبار اليوم، وكان اخرها طبعا مطبعه سوهاج من الاستاذ فضل الله اولا ثم اجتهاده. أخ كريم، إنسان فاضل، اشتغلنا مع بعض أكتر من حوالي 20 25 سنة. مش بس مديرنا، هو مديرنا واخونا الكبير. ومن الشخصيات اللي انا بعتمد على المستوى الشخصي ان انا استفدت منها، رياضة دماغه جميلة جدا ودماغه منظمة. راجل ذو أيادي بيضاء على كل ركن في أركان مؤسسة أخبار اليوم. طبعا أخبار اليوم دي نقول عليها البيت الكبير اللي لمنا بعد التخرج وعشنا فيه أحلى أيامنا حقيقة، يعني من ناحية الشغل. وطول عمر أخبار اليوم مدرسة لكل خريج، كل فني بيتعلم فيها وبيجتهد وبيعرف. طبعا هو اخ واكثر من اخ، في الشدائد كلها موجود معانا، في كل ازمه في المطاعم نلاقيه حسني موجود، ساب في احمد هارون جزء، ساب في جمال صقر، ساب فينا كلنا جزء من حسني الزاهد. ما كناش عايزين نسيبه، لكن هو ده طلب انه يسيبنا، ومع ذلك هو معانا موجود، موجود وفي كل خطوه هيكون معانا. هو بيقدر، عنده قدره عجيبه على النزول في التعامل مع الناس، بهزار ببسمة بكلمة، ينزل لمستوى كل الناس، تلاقيه عامل المدير مدير والغفير، كل الناس بينزل لمستوى الفكر، وتقدر تلاقيه بيتكلم معاه بنفس الهجة. سيظل على الأذهان حاضر وعلى الألسنة أيضا لا يغيب. شفناه في المونتاج، شفناه في المطبعة، شفناه مع المكنة، شفناه لبس العفريتة، شفناه اللون الأسود بتاع الشحم على إيديه وعلى وشه. الراجل ده ما كناش نطلبه في أي لحظة إلا بيكون متواجد معانا، شفناه بيحل مشاكل، يعني بيدينا النصائح، ما بيبخلش على أي حد. وبعدين في حتة مهمة جدا، إن أنا شايف كل الناس مبسوطة، يعني أنا حضرت حفلات كتير بلاقي الناس قاعدة، في اللي مبسوط وفي اللي يعني هو بيحضر وكده، ولكن أنا شايف كل الناس بتيجي بسعادة وبحب. حتى النهارده عند الناس يعني خير، يعني المفروض بعد ساعتين ما قدرتش اتاخر على باشمهندس حسني، وقلت حتى لو حصل لك في المناسبه لازم احضر اليوم اللي فات. فانا بشكره واتمنى يكون معانا على طول. وعلى فكره انا جيت النهارده السبت ده اجازه رسمي، والله العظيم انا جاي له مخصوص. من كل قلبي يا ريس تسلم الايادي، في الشغل دايما جد وفي الكلام هادي، عمري ما عرفت انك زعلت او حتى تعادي، وبتقول دايما العمال دول اغلى ولادي، للشغل والجهد والاخلاص دايما تنادي، ما تعرفش في الشغل تدلع او حتى تدادي، دايما في المسؤوليه كبير واقف قصادي، بتيجي بدري في اي عطل قبل ما ننادي، شفت كتير لكن في جهدك مفيش في الدنيا دي، انت سبب جهدي وشغلي واخلاصي واجتهادي، اتمنى يا ريس اشوف زيك ابني من ولادي، يبقى ساعتها وصلت الحلم بجد مش عادي، هتفضل دايما معانا في كل ثانيه من اللحظات.